مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء الفريدة التي يفضلها الكثير من الناس لأنها من الأسماء الدينية التي تتميز بمعاني طيبة وحسنة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عبد القيوم. عبد القيوم اسم علم مذكر من أصل عربي بالإضافة عبد، وهو المخلوق المطيع والخاضع لله عز وجل والملتزم بشرائعه والمؤدي لفرائضه. والقيوم هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الله المدبر المتولي لجميع الأمور التي تجري في الكون، القائم بنفسه الغني عن غيره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الباقي الذي لا يزول، المقيم للعدل، القائم بالقسط، الذي يدبر أمر الخلق كلهم بشرا وحيوانا ونباتا بتأمين أرزاقهم وحاجاتهم. وقد ورد في القرآن الكريم قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، سورة طه من الآية 111. صفات حامل هذا الاسم: إنسان منظم في حياته ويحب أن يسود النظام في كل من حوله، يكرس وقته ونفسه نحو المزيد من المعرفة وسعة الاطلاع، يحسب كل خطوة جيدا قبل أن يخطوها، ويتميز بالثبات على رأيه مهما كانت النتائج، يقدم يد العون للجميع ويحب مساعدة من حوله وخاصة أقاربه وأحبابه، يملك القدرة على جمع المال لكنه يصرفه بكل سخاء، يتخذ قراراته أحيانا بشكل سريع دون التفكير. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عبد القيوم؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.